في سنة 2009 اتعرض في السينما فيلم إبراهيم الأبيض اللي عمله الفنان أحمد السقا مع النجم الراحل محمود عبد العزيز. في فيلم بيحكي عن واحد من أشهر الخارجين عن القانون اللي عرفتهم مصر. يمكن المفاجأة لكتير من الناس إن القصة دي حقيقية وبطلها كان موجود في أرض الواقع. تعالوا مع بعض نعرف الحكاية. في فيلم إبراهيم الأبيض صور المخرج مروان حامد إن إبراهيم الأبيض كان في الأساس ضحية للظروف، وده مع أول مشهد في الفيلم واللي ظهر فيه شخص بيدخل بيت أبو إبراهيم الأبيض وبينهي حياته، ودي الواقعة اللي ما قدرش ينساها إبراهيم وهو صغير لحد ما كبر. ولما بقى شاب انضم لرجالة المعلم عبد الملك زرزور تاجر الممنوعات، وبعد مدة سابه وحصلت بينهم المواجهات، خاصة لما المعلم عبد الملك زرزور اتجوز حورية حبيبة إبراهيم. بس المفاجأة بقى إن القصة الحقيقية مش كده خالص، وإن والد إبراهيم الأبيض ما ماتش بالطريقة دي، وده اللي قاله إخوات إبراهيم الأبيض الحقيقيين في لقاء تلفزيوني، واللي رفعوا قضية على أبطال الفيلم وقالوا إنهم شوهوا حكاية إبراهيم الأبيض. محمد وطارق اخوات ابراهيم الابيض طلعوا في حوار مع الاعلاميه رولا خرسة وقالوا ان ابوه ما ماتش بالطريقه اللي جت في الفيلم، وكمان عيلته عيله كويسه مش زي ما طلعت في الفيلم خالص، بالعكس ابراهيم له اخ مهندس واخت تانية دكتوره. اتكلموا الاخوات اخوات ابراهيم عن التحول اللي حصل في حياته، بالرغم من المستوى اللي وصل له اخواته الا ان ابراهيم كان له تصرفات خارجه عن القانون وله سوابق كتير واتحبس اكتر من مره، وكل ده بسبب دخوله في قصه حب مع بنت تاجر ممنوعات. وبعد رحلة طويلة في عالم الليل ورغم سجل إبراهيم إلا أنه قضى سنواته الأخيرة بعيد عن كل ده، وتقرب كمان من ربنا حسب رواية أخوه، لحد ما رحل بشكل طبيعي جدا في بيت أبوه من غير ما حد ينهي حياته زي ما قال الفيلم. علشان كده عيلة إبراهيم الأبيض وقت عرض الفيلم طلبت من النائب العام وقف عرضه على اعتبار أن نهاية الفيلم عكس القصة الحقيقية، ووقتها عملت وقفة قدام نقابة الصحفيين. بعدها رفع اخوات ابراهيم دعوى قضائيه ضد المؤلف عباس ابو الحسن لان الفيلم بيحمل اسم اخوهم، كمان الجزء الكبير من الفيلم متاخد من قصه حياته وخلى الناس تعايرهم باخوهم، ده غير كمان انه اعتدى على حقوقهم الانسانيه والادبيه. فيلم ابراهيم الابيض اتعرض سنه 2009 من بطوله الفنان محمود عبد العزيز واحمد السقا وعمرو واكد وهند صبري وعدد كبير جدا من نجوم الفن.